طب في ايه مع بايرن ميونخ؟ انت عامل 7 كونتريبيوشنز، 3 اجوان و4 مش اسيست، عارف في ايه؟ مش عارف. قبل كده لما كنا بنلعبهم، كان لما لعبتهم قبل كده كذا مره كنا خمسات بنتبهدل، وستات 5 وسبعات. 6 4 0 3 0 ومفيش جون، مفيش اي حاجه. فالحمد لله يعني ان هي ماشيه كده. انت كنت بتقول لنا قبل التصوير ان في يعني تتفرج على فيديوهات معينه، اه فهل في هم حاجه عشان معينه هم يعني؟ البايرن دايما معاهم الكوره فبيضغطوا عالي، الفرقه كلها بتبقى في نص ملعب، اه بيعملوا استحواذ وعشان ما يخسروش الكرة بسرعة فبيطلعوا المدافعين وكل الخط عالي عشان أول لما يخسروا الكرة يعملوا البريس ياخدوا الكرة تاني. فأنا عشان أسرع من المدافعين فالموضوع كان أسهل، يبقى أسهل إنك تلعب قدامهم، هتقعد تجري مثلا نص ساعة بس هيجيلك فرصة إن هو يلعبوا كرة طويلة وأنا هبقى أسرع منهم عشان هم من كتر ما هم عاليين أروح أجيب جون. ده اللي حصل، فيمكن عشان كده الموضوع بيبقى أسهل يعني. سؤال كمان ليه بقى، المدافع بتاع جلادباخ كان مضايقك؟ واضح ان هو يعني كان كان في ولا انت كنت عايز سنتين؟ هو لسه بيتزحلق لغايه دلوقتي. لا لا، كان هو الماتش كله كان ماسكني، ف كنت متضايق شويه يعني. كان مضايقك؟ كان مضايقني. فخدت طارق في الاخر.